الوطن منحازون للحقيقة. هذه الأمسية التي يسعدنا أن نستضيف فيها الكاتب والباحث جورج كوزن. من أهم النتائج اللي طلعت فيها هذه الدراسة اللي هي تعتبر أول دراسة عربية تحليلية شاملة استندت بالأساس إلى مراجع ومصادر إسرائيلية أولية، ومنها يعني تكشف أو بتم الكشف عنها باللغة العربية لأول مرة. التوجه السكاني أو يعني التحول التركيب السكانية في إسرائيل فلسطين 48 وفي فلسطين التاريخية بشكل عام هو باتجاه تصاعد عملية الطرد السكاني اليهودي خارج إسرائيل، وعوامل الطرد هي أكبر بكثير من عوامل الجذب حاليا، والعوامل الأساسية هي عوامل أمنية بالدرجة الأولى، والعوامل الاقتصادية بتيجي بالدرجة الثانية. طبعا هذا بيعني انه يعني في يعني من النتائج اللي توصلت لها الدراسة في التلاعب وتضليل في العمليات الحسابية الإحصائية اللي يعني بتشتغل عليها دائرة الإحصاء الإسرائيلية الرسمية ومراكز إحصائية أخرى من خلال تضخيم عدد السكان اليهود في إسرائيل. على سبيل المثال من خلال اللي بسموه دبل كاونتينج، العد المزدوج للمستعمرين الصهاينة في الضفة الغربية، بعدوهم على أساس أنه مواطنين في الضفة الغربية، هم عددهم حاليا حوالي 670 إلى 700 ألف يعني مستعمر، وبعدوهم كمان مرة أنهم برضو مواطنين أو سكان في داخل إسرائيل نفسها، يعني مثلا في هرتسلية، في تل أبيب، في نتانيا إلى آخره. وهذا بعني بالإضافة لأنه في عنا يعني مئات الآلاف اللي نزحوا أو هاجروا بين قوسين من فلسطين، يعني بنحكي عن اليهود في فلسطين، يعني من سنين طويلة تركوا إسرائيل بشكل نهائي وصار مركز حياتهم الأساسي والدائم هو خارج إسرائيل، سواء في الدول الأوروبية أو في أمريكا الشمالية وفي الولايات المتحدة إلى آخره. هدول لا زالت دوائر الإحصاء الرسمية تسجلهم أيضا كمواطنين. الدراسة بلورت بعض المفاهيم الديموغرافية الإحصائية لتسهيل يعني عملية فهم وتبسيط يعني عملية فهم يعني العوامل السكانية المختلفة المعقدة يعني في إسرائيل. وهذا من خلال يعني بلورة مفهوم يعني ما يعرف بالحد الديموغرافي الحرج. إسرائيل إذا استمر الهبوط في نسبة السكان اليهود بالنسبة لإجمالي السكان في فلسطين، وهذا عملية متواصلة، فهذا بيعني يعني مع تطور طبعا تدهور الوضع الأمني والعسكري يعني في مراحل مختلفة في الماضي والمستقبل أيضا، فهذا بيعني وصول إسرائيل مرحلة الحد الديموغرافي الحرج. وإذا استمر هذا التدهور والنزوح والهجرة المعاكسة في تصاعد، فهذا بيعني أن الحد الديموغرافي الحرج ممكن يوصل إلى مستوى أو ما يعرف بمستوى الضرر الديموغرافي، اللي بيعني دخول إسرائيل في مرحلة الخطر الاستراتيجي الحقيقي على مجرد الوجود البشري والمؤسسي لهذه الدولة. بعض المعطيات اللي اعتمدت عليها من مصادر إسرائيلية حساسة. وطن منحازون للحقيقة.